بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومخارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق إدغام، نعرفكم على أسعار البقر الوالد 4/1/2023. اللهم صل على النبي. السلام عليكم. السلام عليكم يا غالي. أخبار معاليك إيه؟ تمام والله بقى. خلاف فيه بالصلاة على النبي دي؟ نتاية. والدة كم مرة دي؟ 5 مرات؟ قالت لك أكيد أكيد يعني قفلة. لا قدام عليك يا غالي. فقد إيه لبن بأمانة الله؟ 10 كيلو لبن. عاملة كم يا حاج؟ عاملة ب 38. 38. اللهم صل على النبي. طب ممكن تحرك عنك كده السنة؟ مش قدامنا كده؟ بس حبة كده بعد إذنك. وادي الدر من ورا. اللهم صل على النبي. صل على النبي. مش عارف انا ما اقدرش يا عم موسى. اللهم صل على النبي. وادي الحلبات يا جماعه من حضراتكم برضه، وربنا يحمي مال الصحاب. وادي الخلفه. الصلاة على النبي. نحاول لكم كل حاجه على الطبيعه من رؤيه السوق. السلام عليكم. براونا. اللهم صل على النبي. يا باشا باخد اللي جنبها ده. ما انت لازم تاخد السوق فيه الحلو وفيه التفاح. دي التفاح البراون دي التفاح. اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا غالي. بتع يا باشا براون اصلا. والده كم مره دي يا معلم؟ الثالث ياب. الثالث خلف في ايه؟ وراه ذكر وعشر ثلاث. وعشر ثلاث اشهر؟ اه. سن ايه قافل؟ ادي الحلبات يا جماعه. الله يبارك فيك. قد ايه يا معلم؟ 6 و7 عامله كام دي بمنت اللي بقى؟ 47000. 47000 محمد عصا. ناس محترمه كلها. اللهم صل على النبي. بنحاول ناكل كل حاجه على الطبيعه. ودي الخلفة. ده كان براون 10 ثلاث. 10 3 اشهر. وقفلة. قفلة ليه؟ اللهم صل على النبي. بنحاول ناكل كل حاجة على الطبيعة. تاجر يا غالي؟ اه تاجر. اه رقم تليفون حضرتك ايه؟ ها؟ رقم التليفون. ادي رقم تليفون يا محمد. خلاص. محمد عسل. قول يا غالي. خليه له بجد. 010. 010. 21. 21. 62. ايه؟ 010. 010. 21. 21. 62. 62. 82. 82. 28. 28. اللهم صل على النبي. تجار يا غالي؟ منين؟ من الغربيه. احلى ناس الغربيه يا حاج. زفته؟ زفته. اللهم صل على النبي. ازيك يا غالي عامل ايه؟ انا بكلمك يعني بقول لك الناس الحلوه ايه؟ على دماغنا من فوق يا عم الحاج. فين البهرة اللي معاك يا غالي؟ ها؟ اه دي؟ 40000 وراها خلف كبيره معاك.
40,000 مرة واحدة. 40,000 مرة واحدة. أنا بقر أي بقر عندي 40,000. أي بقرة؟ خلفة يا حق زي ليه خلفة؟ خلفة برونو. اللهم صل على النبي. بالصلاة على النبي. عاملة ازاي؟ سنها ايه؟ قفلة؟ سنها قفلة جديد. والدك كم مرة دي؟ 5-6 مرات؟ دي 4-5. ودي الحل بات من ورا. بالصلاة على النبي والضر والنصب. وكل ربنا تسوى على الشمس. فات دي لبن يا حاج. بالصلاة على النبي كده. طب الكلام فيها بكام؟ الكلام فيها؟ الكلام فيها من 28 لحد 30. اللهم صل على النبي. بنحاول لكم كل حاجه على الطبيعه من اللي السوق. اه يا ولي ايه السلام عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته للكوكو.